مصر مش محتاجه امال زائفه. مصر اتعمل فيها كتير جدا في العشر سنين زي ما كنت بقول لك، وانا لازلت مصر يفوق خيال اي حد جاي من مربع المعارضه اصلا. فما فيش داعي لان احنا نكبر شيء اكبر من حجمه. منجم ذهب موجود كويس، هيفيدنا بالتاكيد منجم ذهب، حجمه ايه وما الى ذلك، ده اللي لازم نذهب فيه الى المتخصصين اصحاب العلم. خليني اخد معايا على التليفون دكتور مصطفى محمود، خبير العلوم البيئيه والجيولوجيه واحد مؤسسي منطقه المثلث الذهبي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بك استاذ يوسف ومشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور مصطفى. ويمكن انا يعني بدات الحديث بانه عندما نتحدث عن مثلا مساله الذهب فلنذهب الى اهل العلم المتخصصين، وحضرتك يمكن على راسهم علشان حضرتك احد اولئك الذين اسسوا ما نطلق عليه منطقه المثلث الذهبي. وهنا هبدا الاول الحديث على منجم ابو مروات، حجمه ايه، اهميته ايه، الى اخره، يعني احتياطي الذهب المتوقع منه قد ايه. حضرتك لو بدانا في اول نبدا نقول مبروك لشعب مصر العظيم، ألف يعني هذا الكشف الاقتصادي المتميز، ومبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الانجاز، وهو قائد التنميه في مصر طبعا. ان بدانا قلنا هنقول ان مصر فيها 120 مكان فيهم ذهب، دول الموقعين على الخرائط واللي مقيمين تقييم علمي بواسطه هيئه الثروه المعدنيه. مدينة منطقة أبو مروات هي منطقة على إنا سفاجة الكيلو 110 ناحية إنا، يعني من إنا للمنطقة نفسها 110 كيلو متر. المنطقة استحوذت عليها شركة أتون ريتورس الكندية ب 2009. طب دكتور مصطفى، هو الخط بيقطع جامد جدا، واضح ان الشبكة مش قد كده، لو انا استأذنت حضرتك بس تغير المكان شوية عشان يبقى صوت حضرتك واضح، لانه كلام حضرتك مهم جدا بالنسبة لنا. انا اتحركت شوية اهو. ماشي كده صوت كويس حضرتك؟ معقول جدا يا فندم، اتفضل. استحوذت شركة أتون ريسورس الكندية على حق الامتياز في منطقة ابو مروات عن 2008 طبق الاتفاقية ما بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية، وبدأت الدراسة عام 2009. طبعا مساحة الامتياز تبلغ حوالي 58 كيلو متر مربع، وتشمل طبعا منطقة غرب حمامة ومنطقة أبو مروات اللي هي بالقرب من جبل أبو مروات. معاك يا دكتور. دكتور يعني شو انشق كله دكتور مصطفى. الشركة الكندية انفقت حوالي 32.4 مليون دولار على الدراسة، اي ما يوازي مليار جنيه مصري. لو جينا قلنا منطقة ابو مروات اكتشفت الشركة فيها نطاقي تمعدن الذهب والمعادن المصاحبة له، اللي هي معادن مصاحبه اللي هي الفضه والنحاس، دايما بيكون مصاحبه للذهب يعني. هي طب دكتور انا على المنطقه على الدراسات اثبتت تحتوي على كام؟ ايوه على 289 الف طن. 289 الف طن ايه بقى؟ طن من الخام. من الخام مش من الذهب. لا من الخامات المصاحبة، أنا هطمن لحضرتك دلوقتي كم ذهب وكم خامات مصاحبة. ماشي. فتبقى للدراسة طبعا احنا قلنا 289 ألف طن من الخامات، فيهم 33 ألف أوقية من الذهب. 33 ألف أوقية من الذهب. حلو. و 293 ألف أوقية من الفضة. جميل. وواحد و172 طن من النحاس. اوكي. وواحد و425 طن من الزنك. طبعا حنين نقول لازم نقدر التقدير فيها ايه؟ كام جرام للطن؟ 7.7
من 7.7 و3.8 جرام للطن في منطقة أبو مروة. يعني بنتكلم في متوسط حوالي 4.2 في الطن. يعني احنا بقى يعني بنتكلم على حوالي طن ده. قبل الزيادة يا استاذ يوسف، لان احنا كل ما بننتج في الذهب بنكتشف مناطق جيده اثناء التصنيع، زي ما حصل في السكري اثناء التصنيع فالنسب بتزيد، يعني النسب دي قابله للزيد مره واثنين وثلاثه طالما الدراسات شغاله والتصنيع لسه طبعا ما بداش حد. طبعا منطقه حمامه، منطقه اللي هي غرب حمامه دي توقع تقع في نطاق محافظة البحر الأحمر، منطقة غرب حمامة بتقع في نطاق محافظة سيناء، وكلهم بيقعوا في نطاق المساحة الذهبي. وأول كشف حضرتك اقتصادي للذهب في منطقة المثلث الذهبي، عندما كرة الكشف الاقتصادي لحركة المنطقة التعدينية للمثلث الذهبي تكون منطقة أبو مروان. برضو لو جينا منطقة حمامة الذهب في حوالي جرام للطن 5.5 جرام للطن، يعني 5.5 جرام للطن. برضو دي من المناطق الواعده، لانه الاكتشاف في المنطقتين لابو مروات وفي غرب حمام، ده اللي كله اللي موجود كله. لو احنا برضو جينا في منطقه حمامه وقلنا ال المعادلة المصاحبة فيها ايه؟ هنيجي حضرتك نقول ان اتفضل 27.3 جرام للطن، احنا قلنا الذهب 5.5 جرام للطن. الفضه 27.3 جرام للطن. النحاس 23% جرام للطن. الرصاص 19% جرام للطن. من 3.5% جرام للطن. عظيم. طيب ده معنى ان عشان برضو يعني اوضح المعلومه للمشاهد، اوقيه الذهب تقريبا 31 جرام 1/10 صح؟ الجرام لو في منطقه حمامه اللي احنا قلنا 55.5 جرام للطن. لا انا بتكلم على وزن الاوقيه، وزن الاوقيه 31.1 مظبوط؟ ايوه. طيب يجي هنا بقى السؤال يا دكتور مصطفى، هل من المتوقع بالمزيد من الدراسات، المزيد من البحث والكشف والتنقيب والتعدين، ان احنا نجد مناطق اخرى برضو غنية بالذهب ومعادن اخرى في هذه المنطقة؟ حضرتك 120 مكان في مصر فيهم ذهب، دول مقننين ومقيمين بواسطة هيئة عظيم القارة المدنية، يعني خرايط ومطرح لهم أماكنهم الجغرافية ومتاخد منهم عينات ومعروفة تقييم الذهب فيهم. لو جينا المنطقة دي، المنطقة دي برضه فيها مناجم تاني، في حاجة اسمها منجم سمنة وفي منجم العرضية، في كذا برضه، في يعني بالإضافة الحمامة، بالإضافة الأمبار، يعني احنا عندنا 4 مناطق تاني فيهم ذهب في نفس المنطقه. انما احنا عندنا 120 مكان يا استاذ يوسف، برضه احنا عايزين يبقى في حركه تقييم للذهب اكتر من كده. يعني انا عندي 120 مكان انا مستغل منهم السكري وحمش، ده منجم في الطريق، برضه شركه في الطريق، وادي الشركه بتاعت ابو مروه الثلاثه، وده نسبه طبعا ضئيله جدا جدا، يعني التعدين ده قاطره التنميه. لو جينا برضه قلنا تاثير اقتصادي على المنطقه، طب ايه؟ دي هيبقى داخل منطقة المثلث الذهبي. حضرتك تتخيل ان الطريق سكة الحديد، اللي هو السكك الحديدية بتاعت هنا سفاجة، مرة في نص المنطقة، بس الخط ده تعطل نتيجة نهبه. عايز يعيد تأهيله السقف أصلا، فطبعا راح كله يعني. فلو اتعمل هيبقى فيه صناعات تانية، يعني أنا هستخلص نحاس، هتخلص فضة، هتخلص ذهب، هتخلص زنك، هتبقى في صناعات تانية اللي هي صناعات مواد الزينة. أنا في جرانيت عندي، أنا في مواد بنا عندي، في يعني كنت إضافات كتيرة خالص. بقول المنطقة لازم فيها مطار، لأن هيبقى في زخم شديد خالص، فأنا حدد له، أنا محدد له.
فانا اللي محتاجه انه اشتغل بفاعليه اكتر على يعني تعاقدات جديده مع شركات جديده لاستغلال هذه المناطق اللي حضرتك زي ما ذكرت من 110 ل 120 منطقه حجم الاستغلال حتى الان 3 او 4 مناطق فقط حتى الان. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى محمود خبير العلوم البيئيه والجيولوجيه واحد مؤسسي منطقه المثلث الذهبي. طيب يبقى طبقا للتقديرات اللي قالها لنا دكتور مصطفى احنا بنتكلم على الذهب تحديدا بقى، سيبك مش هقول لك على الفضه والنحاس والزنك والرصاص، انا هكلمك عن الذهب. دكتور مصطفى قال انه التقدير تقريبا حوالي 33 الف اوقيه، لو ضربتها في حوالي 31 جرام 1 من 10 ده معناها ان احنا بنتكلم على حوالي 1026 كيلو ذهب.